بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. نتحدث اليوم عن موضوع هام للغاية، هو موضوع صبغة جرام، وهي أحد الأصباغ الرئيسية وصبغ تفريقي يفرق ما بين نوعين من البكتيريا، البكتيريا سالبة جرام والبكتيريا موجبة جرام. ترجع أهمية هذا الأمر لسبب بسيط، أن كتابة مضاد حيوي أو علاج لمريض ما يتوقف على نوع البكتيريا اللي بتسبب هذا المرض. طيب، يبقى إذا لابد أن نتعرف على نوع البكتيريا، هل هي سالبة جرام أم هي بكتيريا جرام؟ لما نتحدث عن نوع البكتيريا، عن نوع الصبغة، يبقى إيه المقصود بسالبة جرام وبكتيريا موجبة جرام؟ يبقى المقصود الحقيقة التفرقة ما بين نوعين من أنواع البكتيريا وفقا لتركيب الجدار الخاص بكل منهم. الملف النهارده معانا في فيديو لشرح الخطوات بالاضافه الى معمل افتراضي، بس هنشوف الاول الفروق وهنلخصها بشكل مبسط ان شاء الله. دي النسخه اللي باللغه الانجليزيه، والنسخه اللغه العربيه برضو متوفره في نفس الملف. لما بنتكلم في نقاط التفرقه بنتكلم على الجرام رياكشن، التفاعل مع صبغه جرام. طبعا هنا بتكون البكتيريا موجبه جرام بتستقبل الصبغه وبتحتفظ بيها، في حين ان البكتيريا سالبة جرام بتستقبلها في الخطوة الأولانية، ثم بتخرج منها الصبغة من الجدار، ثم تستقبل صبغة جديدة، ويكون الصبغ النهائي اللي استقبلته هو الصفرانين، ولذا تظهر باللون الأحمر، في حين تظهر البكتيريا الأخرى الموجبة جرام باللون البنفسجي. بيرجع هذا الأمر للاختلاف في تركيب الجدار في كل منهم، هذان شكلان مبسطان لتركيب الجدار. فهنلاقي ان الجرام بوزيتيف بكتيريا الجدار بتاعها بكل بساطه فيه بلازما ممبرين غشاء واحد فقط، في حين ان الجرام نيجاتيف بكتيريا فيه غشائين، اللي بينهم بيكون طبقه البيبتيد والجلايكان. هنا بتكون طبقه واحده بس خارجيه، وطبعا سمكها بيكون كبير، هنا بتكون طبقه رقيقه جدا. هنلاحظ هنا وجود طبقتين من البلازما ممبرين، وده هيبقى ليه فرق كبير جدا وعامل مهم للغايه. طبعا هنا السيد وول ثيكنس او سمك الجدار طبعا واضح ان هو هيكون اكبر بكتير عشان مادة البيبتيدو جلايكان، وادي الصورة من تحت المجهر بالشكل ده كده. الخطوات بتاعت الصبغة هنشوفها الأول قبل ما نشوف الفيديو والمعمل الافتراضي، فبنتكلم بالشكل ده. فهنقول إن أول خطوة أنا عندي شريحتين ومعرفش مين فيهم بوزيتيف ومين نيجاتيف، لكن هنقول إن إحنا عارفينهم يعني عشان نشرح عليهم إيه اللي بيحصل. الطبقة اللي تحت دهيت أهي، اللي هي الطبقة الداخلية، الطبقة البيبتيدو جلايكان بتبقى بالشكل ده، الطبقة اللي فوق طبعا واضح ان هنا كبيرة بالشكل ده كده، هنا بتكون ايه دي طبقة واحدة سميكة في الجرام بوزيتيف، هنا بتكون ده الجرام نيجاتيف، بتكون طبقة رفيعة شوية. في الحالتين الاثنين هيقبلوا صبغة الكريستال فايرت اللي هي الطبقة الأولانية دي، لو احنا حطيناها لمدة دقيقة الاثنين هيقبلوا الصبغة بالشكل ده كده. طيب وبعد كده الخطوه الثانيه بنحط ايودين لعمليه التثبيت، ليه؟ لان اليود هيتفاعل مع الكريستال فايلوت فبيتكون معقد شويه او كومبلكس، فبيبقاش بسهوله ان هو يخرج من البيبتيدو جلايكان، الشبكه بتاعت البيبتيدو جلايكان بيتحبس جواه. طبعا هنا بيكون بالشكل ده، هنا ولا اكن هيحصل حاجه، الايودين ما بيعملش اثر كبير في الخطوه دي، وبالتالي هنا هيحصل تكوين الكومبلكس اللي هيبقى صعب خروجه من الطبقه بتاعت الجدار. طيب هنا بقى بنعمل ديكلاريزيشن، يعني ايه؟ بنحاول نشيل اللون، فبنحط الكحول كحول او اسيتون، هنا مش هيتاثر خلاص، طبعا لمده 30 ثانيه بس، احنا لو سيبناها مده طويله الاثنين هيفقدوا السبخه يعني، لكن لمده 30 ثانيه دي هتفضل محتفظه باللون بتاع الكريستال فايلوت اللي هي الصبغه الاولانيه البنفسجي، انما هنا هتخرج جزيئات الكريستال فايلوت وهتخرج من الجدار، وهتفكك كمان الطبقه الخارجيه من الجدار، هتبقى لوس او مفكك. لما نيجي بقى نحط الطبقه الصبغه الثانيه اللي هي الصفرانين الجرام بوزيتيف، ما فيش عندها مكان تقبل الصبغه، خلاص هي قبلت صبغه واحده بس وفي الموجوده في الجدار وظلت باللون البنفسجي. اما الصبغه النوع الثاني جرام نيجاتيف فقدت الكريستال فايلوت من الجدار بتاعها، وبالتالي اصبح عندها امكانيه وفي اتاحه انها تقبل الصبغه بالشكل ده، وعشان كده هتبان باللون البينك او المحمر، وهنا هتبان باللون الايه البنفسجي. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الادوات اربع ازايز بنحتاجهم، اللي هم ايه؟ اللي هم الكريستال فايلوت، وبعدين اليود الكريستال فايلوت، وبعدين اليود، وبعدين الكحول، وبعدين الصفرانين. يبقى دول اربع صبغات بالاضافه للطبق بتاع البكتيريا، وشريحتين موجودين معانا، وادي الابر، وده القلم اللي بنحدد بيه الدايره اللي هنحدد فيها على الشريحه يعني، وادي لها بنظم بالشكل ده، وهنشوف الخطوات هتمشي ازاي.
يبقى احنا عندنا اربع ازايز، فاربعه في الصبغه واليود والكحول والصفرانين، صبغتين وفي اليود وفي كحول، وهنشوف مع بعض الخطوات هتتم على انهي نحو. فطبعا في البدايه بنحدد، بنكتب الحروف الاوليه بتاعت الشريحه، اذا كان الاسم او التاريخ او نوع الشريحه، بنعمل دايره صغيره موجوده على الشريحه. ليه؟ عشان النقطه اللي هنحط فيها الميه والبكتيريا نبقى احنا شايفينها، لان بعد ما هتجف ممكن ما تبقاش باينه. بنعقم الابره زي ما اتعودنا، وقلنا ان الاجراء ده اجراء ثابت، يعني الاجراء ده اجراء لابد ان هو يتم، يعني ده هيتم في اي حاجه بنعملها. اول حاجه بنعملها تعقيم الابره. بعد ما عقبنا الابره ايه اللي هيتم؟ بنبتدي نحط نقطة مية صغيرة خالص في الحلقة. طبعا هنلاحظ ان الابرة بنستخدمها هنا اللي هي ايه؟ لوب، فيها حلقة مش المستقيمة. الدايرة اللي احنا عاملينها بالشكل ده كده، بنبتدي نفرد نقطة المية في هذه المساحة اللي موجودة على الشريحة، عشان ما تبقاش ايه؟ متركزة في نقطة واحدة. حاولنا قدر الامكان. ثم بنعقم مرة تانية، مع ان دي مية، لكن لازم، هي دي خطوة لازم زي الخطوات الاحترازية كده. يبقى لابد من التعقيم ما بين كل خطوة والتانية. بنفتح الطبق ونبتدي ناخد من مستعمرة واحدة، بنبرد الأول زي ما احنا شايفين في مكان فاضي، وبعدين بناخد حتة صغيرة من مستعمرة من المستعمرات، ونروح لنقطة المية نبتدي ندعك نفرد. يبقى إذا وظيفة المية اللي احنا حطيناها المساعدة، طبعا بنعقم بعد كده، إنها تفرد، تعمل سبريدنج أو فرد للبكتيريا، عشان ما تبقاش متركبة أو مكلكعة أو متجمعة، فبالتالي ما تبقاش الصورة واضحة عند الصبغة يعني، فلازم عملية الفرد. طيب بعد كده بنكون سيبناها تجف. لا طب واحنا كنا حطينا الميه ليه من الاول؟ ما احنا قلنا عشان نوزع البكتيريا، لكن احنا مش محتاجين الميه، فبنجففها بعد كده في الهواء او فوق اللهب من بعيد او بتيار سخن، المهم انها جفت بالشكل ده كده. لو احنا عايزين بقى نجففها ممكن مررينها من فوق خالص مره، ايوه اهي بصوا الثانيه خلاص، يعني يا دوب ادي الثالثه، يعني خلاص كده تمام كده جفت، طبعا من فوق جدا عشان ما تتاثرش البكتيريا. طيب بعد كده الخطوة التانية بنعمل ايه؟ اللهب خلاص مش محتاجينه، بنقفل اللهب ونبعده عننا عشان نقدر نشتغل في مساحة جيدة. طيب بنوسع لنفسنا، أول خطوة اللي هي الجرام كريستال فايلوت، الصبغة الأساسية. طيب بنعمل ايه؟ بنحط، طبعا هو هنا بيشتغل على البنش، ممكن نشتغل في الحوض أو في بيبقى راك ستانلس ستيل معدن بنشتغل فيه. هنا برضه هيستخدم ايه؟ سابها لمدة 60 ثانية عشان تاخد الصبغة، المفروض بنشطفها بمية في حنفية أو ما شابه، هنا ده تكنيك أو طريقة تانية، بيغمسها في مية ويبتدي يسقطها مره او اثنين. طيب بعد كده بيسيبها لغايه لما الصبغه كلها زياده بتنزل بالشكل ده وتكون جفت، بيحط عليها اليود بالشكل ده عشان يثبتها زي ما احنا شرحنا. ليه؟ لان اليود هيتفاعل مع كريستال فايلوت ويكون معقد او مركب داخل الجدار، فمش هيبقى سهل يخرج. بعد 60 سنه بيبتدي يشطفه مره ثانيه، طبعا دي كوبايه جديده مش الكوبايه الاولانيه. طب ايوه بيشطفها مره ثانيه عشان يتاكد الموضوع خالص، ايوه طبعا دي الموضوع ده بيستهلك ميه اقل عشان ما نبقى نستهلك نوفر ميه، يعني ما يبقاش فيه اسراف في الميه، وبيحطها لغايه لما تجف مره ثانيه. يبقى كده هثبت الايه؟ طب بعد كده بيحصل ايه؟ جرام ديكلرايزر، ده بيكون يا اما الكول كحول او بيكون مين؟ اسيتون. بيبتدي ينزله بالشكل ده كده، لان مش عايزينه كميه كبيره، ومش يا دوبك 30 ثانيه او اقل، والا هيشيل البكتيريا الصبغه بالشكل ده. حطيناها يا دوب، ايوه، ويقوم جاب سقطها في الميه عشان يشطفها منها. يبقى دي الخطوه الثالثه. طيب الخطوه الرابعه برضه لازم كل مره هيسيبها تجف، بعد كده بيحط الصبغه الثانيه بقى اللي هي جرام صفرانين، بيحط برضه على نفس المكان بالشكل ده ويسيبها لمده 60 ثانيه. وبعد ال 60 ثانيه هيحصل ايه؟ يبتدي يشطفها مره ثانيه بالشكل ده، طبعا دي ميه نضيف جديد، فيبتدي يشطفها بالشكل ده كده ويبتدي يكمل، عايز عشان يتاكد انها الصبغه كلها راحت بالمنظر ده كده تمام، وهيسيبها عشان تجف. يعني لازم كل ما بين كل خطوه وخطوه عمليه ان احنا بنسيبها تجف، زي ما بين في الشغل بنعقم على طول بالابر. ده هنعمله عملي فين؟ في المعمل الافتراضي. نروح مع بعض على المعمل الافتراضي، نضغط بالشكل ده كده هنا هنا بالمنظر ده كده. احيانا معظم البراوزرز المتصفحات ما بتشتغلش بقى على طول، ليه؟ عشان دي محتاجه فلاش. لو الجهاز اللي احنا شغالين عليه ما فيهوش فلاش بنضغط هنا عشان نحمل فلاش. طب لو في بيبقى في حاجه اسمها سكيورتي، اهو بيقول لي ايه الفلاش اشغله؟ لا اسالني الاول، فانا بقول له لا بديله سماح، لو سمحت شغله، فبيقول لي اعاده تحميل الصفحه مره ثانيه، ايوه. لما بياخد الامر يبتدي بقى المعمل يشتغل بالشكل ده كده. طيب هنا بتديني تعليمات بالشكل ده. الفيديو ده المعمل الافتراضي ده مقسوم نصين، نص جايدد يعني في ارشاد فيه،
خلاص، وفي النص التاني الواحد بيشتغل لوحده. فهنا بيتكلم على البكتيريا ان في منها موجب وفي منها سالب، وبيشتغل ان هي والمثال اللي احنا هناخده الزبادي خلاص، اذا كان جيد فبيكون اللون بتاعه واضح كده ورايق ومفيش فيه اي مشكله خالص. طب واذا كان غير جيد زي ما احنا شايفين هيكون فيه غازات ولونه هتكون متغير بالشكل ده. غازات معناها ان في بكتيريا بتعمل ايه، فرمنتيشن او تخمر داخله، يبقى ده كده فيه مشكله. طبعا هنا بيوريني الصوره اهو، لونه هيبقى متغير ومتعكر، هيبقى فيه مشكله يعني، ده كونتامينيتد وفي مشكله خلاص. طبعا هنا لو في تعليمات تانيه، البابلز دي معناها ايه، ان البكتيريا بتنتج غازات في داخل الـ وطبعا ده يبقى غير صالح. طب احنا عايزين نتاكد بقى من الموضوع ده، نعمل ايه؟ هنبتدي بنفوت كل ده، احنا بناخده طبعا ده في المعمل اللي احنا هنعمله في فنلندا هيكون موجود، دي مجرد تعليمات وارشادات. هنا بنقول الفرق ما بين الاثنين، الجرام نيجاتيف هتظهر بالشكل ده اهي خلاص، والجرام بوزيتيف بنضغط على الصوره هتطلع لي بالشكل ده. وطبعا لو ضغطت هنا في تعليمات بتطلع لي اضافيه، عشان بدوس نيكست او التالي وهكذا، بنقرا التعليمات بنشوف الكلام ده كله وهنجهز السلايد. احنا كده رحنا للمعمل الافتراضي، نبتدي نولع الغاز، نفتح الغاز وبعدين نبتدي نعمل ايه، عشان اشتغل لازم ادوس نيكست. فهنا هنا الجزء ده جايدد يعني في ارشاد، فبيعلمني المفروض اعمل ايه. باخد هنا اهو انا ولعت اللهب بالشكل ده ولازم اضغط نيكست. بعد كده هنقول ايه، بيقول لي علم على مكان في الشريحه بالقلم، بالماوس بتاعي بمسك القلم واقوم جاي عامل الدايره في النص كده اللي انا ايه هشتغل فيها واقول له نيكست. بعد كده بيقول لي اكتب الحروف اللي انت هتشتغل عليها، مثلا على سبيل المثال اكتب بقى اسمك، اكتب اسم العينه، اي حاجه اهو بالمنظر ده كده اهو خلاص بالشكل ده. طيب عدينا بعد كده بيقول لي بقى خلاص حط العينه بقى اهو بالشكل ده كده اهو. طب وبعد كده بعد ما احط العينه كده اهوت هناخد الابره ونبتدي نعقمها بالشكل ده كده. انا خدت عينه من الزبادي حطيتها في ميه عشان يعمل دايلوشن تخفيف، عقمت الابره. طب بعد كده هعمل ايه؟ ابتدي انزل هنا في ال 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 الزبادي او اللبن الرائب اللي هو اللي انا هشتغل عليه خلاص بالمنظر ده كده. ابتدي خدت العينه اهو بالمنظر ده كده، خدتها وخففتها العينه اللي هي المعينه. طب بيقول لي رجها، باخد كده وبفضل ارج، بفضل ماسك الايدي وبفضل ارج لغايه لما تظهر كلمه نيكست، بضغط مره ثانيه. ابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اقوم جاي معقم الابره، اخد الابره واحطها هنا في اللهب، انا كده عقمت الابره. طيب وبعد كده بعمل ايه؟ باخد العينه، لازم ادوس نيكست الاول خلاص، واخد العينه من هنا واقوم جاي رايح حاططها هنا في الدايره، وبعدين اقوم جاي رايح واخد كمان اهو واقوم جاي واخد كده كده بقى في كافي هنا، المنطقه كافيه جدا. بعد كده عايزني اجففها اقوم جاي واخدها اهو بالشكل ده، ادوس نيكست. وبعد كده اقوم جاي عامل ايه؟ همررها على اللهب عشان عايز اجففها زي ما احنا اتفقنا، بمسك دي كده وافضل رايح جاي بيها كده مرتين ولا حاجه لغايه لما يقول لي نيكست، معناها خلاص جفت كده. بدل انتقل للخطوه الثانيه بقى اللي هي الصبغات، في عندي اربع ازايز دايما، الكريستال فايلوت، الجرام، الايودين، والكحول او الاسيتون بس هو الكحول اللي بنستخدمه، والصفرانين. بنضغط هنا فبيحدد لي اهو هو من نفسه هنا بيساعدني في الخطوه الاولانيه، باخد دي وقوم جاي حاطط الصبغه بتاعتي. طيب وبعدين بيمر 60 ثانيه، 60 ثانيه. طب قوم جاي رايح بعد كده بيقول لي اشطفها، قوم جاي واخدها حاططها تحت الميه اتشطفت. طيب بعد كده ابقى اعمل ايه؟ احط اليود عشان اثبتها، ادوس نيكست، قوم جاي واخد القطاره وحاطط اليود. طيب بعد كده بعمل ايه؟ ادوس نيكست خلاص؟ مرت كده خلاص ادوس نيكست، فقوم جاي واخدها شاطفها مطرح اليود بالمنظر ده كده. طب ادوس نيكست، وبعدين قوم جاي رايح عامل ديكلرايزيشن، اخد الكحول واحطه هنا. طب وبعد كده ادوس نيكست وقوم جاي رايح استنى 30 ثانيه بس، 30 ثانيه بس، اضغط بالشكل ده كده واعديها على الميه اتشطفت خلاص. بعد كده اضغط نيكست مره ثانيه، هيتبقى لي الصبغه الاخيره اللي هي الصبغه الثانيه اللي هي الصفرانين، حطيتها واسيبها لمده 60 ثانيه. طبعا هنا بيديني الخطوه في المعمل بتكون عامله ازاي، يعني على الحقيقه بتشتغل ازاي. طبعا ده المعمل هيكون عندكم، وبالتالي ممكن اللي عايز يجرب والرابط هيكون موجود اسفل الفيديو. بسيبها طبعا لمده 60 ثانيه، يبقى الصبغات 60 ثانيه انما اليود، انما هنا بتكون 30 ثانيه فقط. بدوس نيكست بقوم جاي شاطفها بالميه تحت الحوض او بالبوتل الزجاجه. طيب بعد كده عايز اجففها بيقول لي هنا انزل هنا بالشكل ده كده، وبعدين نيكست بيقول لي اضغط عليها مرتين بهدوء كده خلاص جفت نيكست.
هي كده بتبقى جاهزة. طب عايزين بقى نطبق الكلام ده، هنا برضو بتقول الشريحة اهي بقت جاهزة بالشكل ده للفحص. بعد كده بتضغط نيكست. اه هنا بقى بيبقى الواحد بيشتغل لوحده، هنا ما الجزء الاولاني ده كان بيعلم لي على الحاجه ايه، لا دلوقتي انا بقى اللي بشتغل لوحدي. بنعمل ايه في الفيديو؟ اه انا عشان ما حدش بقى يتلخبط، باخد الصبغه بتاعتي اهي، بضغط عليها اهو بالشكل ده، يبقى دي اه. طب ليه مش عايزه تطلع تشتغل معايا؟ ما احنا اتفقنا عشان اشتغل، طالما نيكست دي موجوده يبقى لازم اضغط عليها الاول. اهو ضغطت عليه، ضغطت عليه، انا كده جاهز للصبغه. اه اهو ضغطت عليها جاهزه، باخد القطاره واحط الصبغه بتاعتي، خلاص هي بترجع مكانها. طيب وبعدين؟ ها حد فاكر؟ هظبط التايمر 30 ولا 60؟ ها 30 ولا 60؟ 60. بيمر التايمر بتاع 60 ثانيه، وبعد كده بعمل ايه؟ باخدها اقوم جاي شاطفها في الميه، وهكذا اكمل بقى باقي الخطوات لغايه الاخر. طيب ده المعمل الافتراضي. ان شاء الله اتمنى بقى تكون كده شفنا الفيديو وشفنا المعمل الافتراضي وشفنا الخطوات والفروق ما بينهم وشفنا الاساس بتاعها يعني ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو مفيد. طبعا المعامل الافتراضيه بتكون مهمه جدا، لان الطالب مش هيكون عنده معمل في البيت. طبعا الطالب في فيديو زي ده لما يقعد يجرب بنفسه في البيت، انا اعتقد ان حتى لو ما كانش راح المعمل الحقيقي، مش معنى كده دعوه لترك المعامل الحقيقيه ابدا على الاطلاق، لما فيش اي شيء يغني عن المعمل. ولكن هنا المعمل الافتراضي زي ما احنا شفنا كده، واحد قاعد على الكمبيوتر بتاعه بيقعد ايه، بدل ما يحفظ الخطوات على الورق كستيبس كخطوات مكتوبه او حتى كصور، لا ده بيطبقها بايده خلاص، وفي البرنامج بيصوب له اذا كان في حاجه خطا او كذا او كذا او كذا، فبالتالي بيتقن المهاره. انتوا عارفين زي ايه بالظبط؟ المعامل الافتراضيه مهمه لغايه يعني، هل تتوقعوا ان ممكن واحد رائد فضاء او واحد طيار بيطير بطياره بثمنها 20 مليون دولار ان يقعد يجي طالع بطياره يجرب على طياره حقيقيه؟ اكيد لا. الحاجات الحساسه دايما بيشتغلوا عليها في السيميوليشن، زي الانشطار النووي، زي الطيران، زي بتوع الفضاء الى اخره. يعني اللي بيطلعوا بالفضاء دول عمرهم ما طلعوا مثلا قبل كده في مكان معين، كل قبل ما يطلعوا كل اللي عملوه ان هم قدروا يجربوا في السيميوليشن. يعني اول رحلات فضاء طلعت كان الخبره بتاعتهم كلها سيميوليتد، يعني اول واحد طلع ما حدش كان طلع قبل منه، فنتيجه ايه؟ السيميوليشن. فالسيميوليشن مهم جدا لان على الاقل يكسب المهاره وبيحفظ الخطوات. طبعا لما بيجي بقى بنشتغل بايدينا الامور بتبقى المفروض انها ايسر، ده من وجهه نظري، وربما اكون مخطئ او مصيب، بترجع بقى لكل واحد وقناعاته يعني. إن كنت أحسنت فمن الله، وإن كنت أخطأت أو نسيت شيئا فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا تجعل في عملنا هذا رياء أو سمعة. آمين آمين آمين. وإلى أن نلتقي في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم، أترككم في رعاية الله وأمانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.